الوقوف، الوقوف فشل. مهما بلغ الإنسان من معالي، مهما بلغ الإنسان من كمالات، مهما بلغ الإنسان من إنجازات وتحقيق للأهداف، لازم ما يوقف. الوقوف فشل. لازم الهدف اللي يخليه الإنسان عالي جدا حتى يبقى دائما شنو؟ في تواصل وفي تكامل. ولكم في رسول الله أسوة. شوف ليش رسول الله؟ ليش قد ما تتكامل أنت بعدك شنو؟ أقل من عدة. ولذلك تظل حتى بالبرزخ تتكامل، حتى بالقيامة تتكامل، حتى بالجنة تتكامل، حتى كذا تتكامل. نعم هذا مهم. مو أخلي لي مجموعة أهداف يتحققن بسنتين ثلاثة، حقق خلاص أنا بعد حققتهم بعد. مش عندي بعد، ردت أصير دكتور وصرت، هذا فشل. ردت أصير عالم وصرت، فشل هذا. ردت أتوظف وتوظفت، هذا فشل. خلي الأهداف كلش عالية حتى تظل دائما شنو؟ تتكامل.